السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح كنت نزلت فيديو على القناة اللي هو الفيديو ده اللي كان رقم 377 على القناة، وكنت اتكلمت فيه ازاي انا قدرت الحمد لله في الشهر الاخير ده اتخلص من جزء كبير جدا من الدهون العنيدة الموجودة في بطني، وشرحت كانت الطريقة ازاي اللي هو الصيام المتقطع مع وجبتين بس ومفيش اي سناك او اي حاجة نهائي بين الوجبتين. الحمد لله لقيت تفاعل كبير جدا تحت الفيديو ده، والناس كانت مطبقه التعليمات دي من قبل كده فعلا، والحمد لله فعلا كانوا محققين نتائج كويسه جدا، ولقيت ناس كتيره جدا متشجعه انهم هيدخلوا ويطبقوا التعليمات دي. وكان اهم تعليق لفت نظري: يا دكتور نعتبر ده تحدي جديد؟ اه اعتبروه تحدي جديد. يلا بينا نتفق مع بعض ان احنا هنعمل تحدي وجبتين بس بدون اي سناك ما بينهم نهائي لمده شهر، ونشوف ان شاء الله النتيجه بعد شهر هتكون عامله ازاي. اسمعوا الفيديو ده الاول اللي هو رقم 377، انا شرح فيه الطريقه بالظبط بالنسبه للناس اللي عندها دهون عنيده في البطن، الناس اللي عندها مثلا ثبات في الوزن من فتره، الناس اللي عندها مقاومه انسولين او مرض سكر. شرح فيه كل التعليمات ازاي نطبق الطريقه بالظبط في الفيديو ده. لقيت بقى تعليقات كتيره جدا واسئله كتير تحت الفيديو، جاوبت معظمها تقريبا او على جزء كبير قوي منها، ولكن قلت اعمل فيديو اجاوب فيه على اكتر الاسئله المتكرره تحت الفيديو ده، وكتبت حتى للناس ان انا هعمل فيديو ان شاء الله هرد فيه على الاسئله، وحتى اجلت الفيديو اللي انا كنت هنزله النهارده بتاع الساعه 12 الظهر، وبدات اشوف تعليقات الناس واكثر الاسئله. جمعت تقريبا 25 سؤال هحاول بقى اجاوبهم بشكل سريع او شكل مختصر علشان الفايده توصل اكتر لكل الناس. شيروا برضو الفيديو ده علشان نوصله لاكبر عدد من الناس يستفيدوا، لان الحلقه تكون عباره عن سؤال وجواب بخصوص الموضوع ده. ونزلت لكم لسه بوست على المنتدى النهارده الصبح أسئلة وأجوبة، ده بشكل عام مش على الفيديو ده. اللي عنده أي سؤال، لأن أنا في تعليقات كتيرة بتفلت مني وبعتذر لكم طبعا على الموضوع ده، فهعمل فيديوهات مخصوصة للرد على الأسئلة بتاعتكم، هتلاقوا في المنتدى بتاع اليوتيوب. أنا لسه منزل بوست النهاردة الصبح قلت اللي عنده أي سؤال يكتبه، إن شاء الله هجمع الأسئلة دي وعلى حسب عددها بقى، يا إما هعمل فيديو أو اتنين أو تلاتة على حسب إيه عدد الأسئلة اللي موجودة. نبتدي بقى في الرد على الأسئلة بتاع الفيديو اللي أنا نزلته إمبارح. كان اول سؤال طبعا واول واكتر تعليق انا شفته: يا دكتور الفاكهه مع الاكل، انت حضرتك قلت هنقسم الاكل بتاعنا على وجبتين، طب كده الفاكهه هناخدها مع الاكل ولا بعد الاكل ولا بين الوجبات؟ هي مش بيقولوا انها بتعفن في البطن والافضل ان احنا ناخدها قبل الاكل؟ والكلام الكتير اللي احنا بنسمعه ده. للعلم المقوله دي قولا واحدا غلط، حتى اللي بيستشهدوا بالايه القرانيه اللي هي: وفاكهة مما تخيرون ولحم طير مما يشتهون، والناس بتأول الآية وبيقولوا إن الفاكهة مذكور قبل اللحمة فأنا كده أخدها قبل الوجبات، وبيستشهدوا بالحاجات دي وبيفسروها على هواهم. أنا ما فسرتهاش على هواي، أنا سألت شيوخ ثقة وشيوخ شاطرين وتقال جدا في الدين، هل في ضرورة من الآية دي إن أنا لازم آكل الفاكهة قبل الأكل؟ وكان الرد بتاعهم الحمد لله واللي أنا مطمئن ليه قلبي انه لا، مفيش اي ارتباط نهائي ولا اي دلاله في الايه دي ان انا لازم اخد الفاكهه قبل الاكل زي ما الناس كتير قوي بتستشهد بالايه دي. طيب يا دكتور احنا سمعنا من الدكتور الفلاني وسمعنا من الدكتور الفلاني، هقول لكم حاجه حلوه خالص بعيد عن كل الدكاتره اللي في الدنيا وبعيد عني وبعيد عن اي حد. انت لما بتاكل الفاكهه بتعفن في بطنك، يعني انت لما بتاكلها شخصيا مع الوجبه بتعمل لك عفونه في بطنك، يعني عفونه هحس بغازات بانتفاخات بريحه وحشه باي حاجه من الحاجات دي، خلاص ما تاخدهاش مع الوجبات، الموضوع بسيط جدا. انا شخصيا باكل الفاكهه مع الاكل ما بتعمليش اي مشكله، او باكلها بعد الوجبه ما بتعمليش اي مشكله، فعادي جدا هناكل الفاكهه مع الوجبات سواء في الوجبه الاولى او في الوجبه الثانيه. ولكن بس النصيحه اللي انا دايما بوجهها للناس: ما نفطرش الصبح على ريق كده على فاكهه لوحدها، ليه؟ لان انا كده هرفع مستوى السكر في الدم، وده ليه عيوب طبعا كتيره جدا احنا اتكلمنا عليه قبل كده. يبقى ده بالنسبه لايه لسؤال الفاكهه اللي هو اكتر سؤال اتكرر. السؤال بقى الثاني: انا عامله ديتوكس يا دكتور، ليمون ونعناع وحبه بركه وقرفه، ده فيه فايده ولا لا؟ حكايه مشروبات الديتوكس دي اللي احنا بنسمع عليها انها بتنظف الجسم من السموم، قولا واحدا الكلام ده ملوش اي تاثير علمي. طب ما ازاي احنا بنسمع الحاجات دي؟ ايه الصح؟ ربنا اصلا مش هيسيبك ان انت تشرب مشروبات ديتوكس ولا مش هتشرب؟ يعني الناس اللي ما بتشربش مشروبات ديتوكس وانا منهم، هل كده جسمي هيكون مسمم؟ هو ربنا هيسيبك لسه لما انت تروح تشرب مشروبات ديتوكس تنضف جسمك؟ ربنا من حكمته سبحانه وتعالى خلق لك جهازين ديتوكس اقوياء جدا في جسمك بيخلصوك من كل السموم اللي في الدنيا، ولكن انت لازم تحافظ عليهم اللي هم ايه؟ الكبد والكليتين بتوعك. دول الديتوكس الحقيقي اللي في جسمك. هتحافظ عليهم ازاي؟ في الاكل الصحي، انك ما تاكلش اكل مضر وفيه مواد حافظه كتير وزيوت مقليه وزيوت مهدرجه وكل الكلام اللي احنا بنحذر منه ده، لان انت كده بتدمر الكبد والكليتين اللي هم المسؤولين عن اخراج السموم من جسمك. هم دول الجهازين اللي ربنا خلقهم لك، وده الديتوكس الطبيعي. ما فيش حاجه اسمها مشروبات ديتوكس وامشي طول اليوم على مشروبات ديتوكس زي الانظمه اللي احنا بنسمع عنها والكلام ده، غلط نهائي وملوش اي تاثير صحي. ولكن المشروبات اللي هي قالتها دي ليها فوائد صحيه تانية، مش هقول لك ما تاخدهاش، خديها مع الميه عادي وزي الفل، وينفع تاخديها كمان وقت الصيام المتقطع تمام، ما فيهاش ايه اي ضرر. السؤال الثالث: ايه نظام الاكل او ايه امثله الوجبات؟
طبعا اللي بيسأل السؤال ده غالبا الناس متابعيني جديد، لان الناس القدام اللي معايا عارفين ان انا مش بنصح ابدا بقوالب ثابته للاكل لكل الناس، لان ده غلط. ما ينفعش انا مثلا وزني 100 هاكل زي واحد وزنه 80 مثلا مريض سكر غير واحد مش مريض سكر، واحد عنده وزن 10 كيلو زياده غير واحد عنده وزن 50 كيلو زياده. فما ينفعش ان انا احط قوالب ثابته، ولكن يعني هرد لكم بشكل عام كده في حاجات اساسيه لازم نبعد عنها تماما، وبعد كده اعملوا اللي انتوا عايزينه في الوجبتين دول. طبعا كلنا حافظنا هنبعد عن السكر، الدقيق بكل مشتقاته يعني اي شكل من اشكال الخبز او الدقيق، الاكل المقلي تماما، اي اكل من بره البيت، البيبسي والمشروبات الغازيه سهلين دول، والرز طبعا في الاول لحد ما نخس خالص. نكتب دول في ورقه كده، دول الممنوعات الرئيسيه اللي ما فيهاش اختلاف. في فيديو بقى انا كنت عامله اسمه تحدي ال 100 يوم، ده كنت عامله قبل رمضان، ده كاتب فيه كل التفاصيل طبعا بشكل تفصيلي قوي. الفيديو ده كان رقم 219 عندي على القناه، اللي يحب يسمعه ويستفيد بيه. انا مرقم كل فيديوهات القناه الحمد لله. الفيديو اللي انا بسجله ده اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي هو الفيديو رقم 378، ان شاء الله قرب ندخل على 400 فيديو على القناه من فضل الله تعالى وتوفيقه. فالفيديو رقم 219 عندي على القناه اسمه تحدي 100 يوم، انا شارح فيه كل الممنوعات اللي المفروض نمنعها في التحدي ده، وناكل ايه في الايه في الوجبات بتاعتنا، ايه المسموح وايه الممنوع، ولكن بدون مادي امثله ثابته ان احنا لازم نفطر مثلا بيض. طب انا ما بحبش البيض، افطر ايه؟ خلاص ما تفطرش، انا مش هجبرك انك تفطر بيض، مش لازم ناكل سمك، انا مش هدي كده، مش هقول الكلام ده، ان الكلام ده غلط. اعرفوا الممنوعات ابعدوا عنها، وعندكم المسموحات اللي هي الاكل الطبيعي. اسمعوا الفيديو ده بالتفصيل لو عايزين تفاصيل اكتر. نقسم كل الاكل بتاعنا على الوجبتين دول وبس، هو ده ايه النظام، ومش هناخد اي اكل او اي سعرات ما بينهم. السؤال الرابع، انا ليا شهرين باكل وجبتين وملتزم، وجبتين فقط وملتزم وما نزلتش، وعندي نقص فيتامين د. طبعا عدم نزول الوزن ده انا كنت عامل عنه فيديو تفصيلي، هو الفيديو رقم 135 بالقناه، وكنت قايل 10 اسباب مهمه جدا لعدم نزول الوزن. اول حاجه عشان اقول ان وزن ما بينزلش، هي بتقول وزني ما نزلش، ما قالتليش مقاساتي اتغيرت ولا لا، يعني لازم النقطه دي مهمه وانا اكدت عليها كتير قوي، حكايه تغير المقاسات. لو مقاساتي بتتغير ووزني ثابت ده شيء طبيعي جدا وبيحصل مع الناس، وبعد فتره وزنها هينزل. في ناس كمان بتبقى نزلت 2 و3 و4 كيلو يقول لك انا وزني ما نزلتش، ليه؟ هو في دماغه انه عاوز ينزل 8 و9 و10 كيلو. ناس كتيره كده وانا قابلتها وانا عارف الكلام ده. خلاف ان نقص فيتامين د اللي هو عندها ده طبعا بيأثر على معدل نزول الوزن، عاوز يتظبط، بخلاف لو في مشكله اصلا تانية، تحاليل طبيه مثلا الغده الدرقيه فيها مشكله، الهيموجلوبين فيه مشكله. وطبعا فوق كل ده ان انا عامل اصلا غذاء صح واكل صح وسعرات صح، ممكن اكون اكل اكل صح ولكن اعلى من سعراتي، فبالتالي مع الوقت مش هخس. ففي اسباب كتيره جدا لعدم نزول الوزن، ولكن طالما انا بعمل حاجات صح ومتاكد منها يبقى الموضوع بس محتاج شويه صبر. السؤال رقم 5، ممارسه الرياضه مع الصيام المتقطع ينفع على الريق ولا ما ينفعش؟ الرياضه مع الصيام المتقطع تنفع في اي وقت، لو هي رياضه الجري اللي احنا بنسميها رياضه الكارديو، جري، رقص، نط، حبل، زومبا، كل الكلام ده، سباحه، كل الكلام ده ينفع. لكن لو رايح الجيم، لو هلعب حديد اشيل الحديد وباوزان، الافضل ان اكل وجبه قبلها، وجبه رئيسيه فيها كل العناصر الاساسيه. خلاف كده العب رياضه في الوقت ايه اللي انا عايزه. نقطه رقم 6، انا عملت نظام ونزلت 35 كيلو وحاليا في ترهلات، اعمل ايه؟ كنت عامل فيديو رقم 216 عندي على القناه لعلاج مشكله الترهلات، ولكن الافضل دايما وبقول للناس الجديده قبل ما نبدا، الوقايه خير من العلاج. ما استناش لما اخس 35 كيلو بحالهم وبعدين انا عايز اعالج المشكله، هيكون اكيد في صعوبه، انا مش هضحك عليك. الوقايه خير من العلاج. من الاول لازم العب تمارين حديد وتمارين اوزان من اول يوم، واظبط نسبه البروتين بتاعتي في اكل كويس جدا. خلاص يا دكتور اللي حصل حصل، يبقى هتبتدي من دلوقتي، ولكن محتاج صبر، محتاج صبر طويل قوي، برضه هتعمل نفس التعليمات دي. اكل صحي، لازم تلعب تمارين حديد، لازم تشيل اوزان وباوزان، وتتدرج وتشيل اوزان وتعلي مع الوقت وتعلي نسبه البروتين بتاعتك، ده شيء اساسي جدا. شرب الميه، النوم بدري، الاكل الصحي، بقيت بقى التعليمات دي، ولكن الاساس هتزود بروتين وتشيل حديد لازم، وصبر، محتاج سنه سنتين عشان تحل المشكله ايه دي بقدر كبير جدا. السؤال رقم 7، ليه سكر الدايت انت منعته، حتى سكر الاستيفيا اللي بيقولوا عليه طبيعي؟ بصوا انا مش هقول لك سكر الاستيفيا ضار صحيا، ولكن هقول لك هو لحد الان امنا صحيا. ليه؟ لان سكريات كتيره من اللي كنا بنسمع عنها، المحليات الصناعيه في الاول كانوا بيقولوا عليها كويسه، ومع الوقت اكتشفنا ان لها اضرار. هنفترض ان سكر الاستيفيا زي ما بيقولوا امن صحيا لحد دلوقتي، انا ليه بمنعه؟ لكذا سبب. اول حاجه لقينا انه بيعلي، بيعمل حاجه اسمه سبايك الانسولين مع بعض الناس، ولكن مش مع كل الناس. يعني في ناس بتاخد المحليات الصناعيه دي بيبعت اشاره للدم بتاعهم ان في سكر دخل. ليه؟ لان المحليات الصناعيه دي الطعم الحلو بتاعها والطعم المسكر اضعاف اضعاف، بيوصل 400 و500 و1000 ضعف طعم السكر العادي الحلو.
يا دوب بنحط حته قد كده بيدينا طعم مسكر جامد، بيدي اشاره ان الانسولين اطلع، واحنا اصلا مش عايزين نطلع الانسولين، احنا عاملين صيام متقطع ليه اصلا؟ علشان نوطي الانسولين. تاني حاجه برضو بعض الدراسات اثبتت انه بيخرب البكتيريا النافعه في الامعاء مع الناس. طب تالت نقطه بقى واخطر نقطه، انا عايز اقتل او اموت الطعم الحلو في اللسان اصلا، وانا عايز اظل افضل متعلق بالطعم الحلو والطعم المسكر في لساني، ولا انا عايز اموت النقطه دي؟ انا عاوز اقتل الطعم الحلو ده ليه؟ عشان ابدا اتعود على الاشياء بطعمها الحقيقي اللي ربنا خلقه. وربنا خلق لك سكر ستيفيا تحطه في المشروبات، يعني زمان الناس كانت بتحط مثلا سكر ابيض وتحط محليات صناعيه، بداوا يستخرجوا سكر ستيفيا ويحطوه في المشروبات. الناس بتاكل الاكل بطعمها الحقيقي اللي ربنا خلقه، لازم تستطعم الاكل زي ما ربنا خلقه، لازم تعمل ريسيت او اعاده ضبط المصنع لسانك انه يبدا يتعود على الاشياء زي ما ربنا خلقها. طبعا الموضوع هيكون صعب، وخصوصا مع الناس اللي بتستهلك سكريات كتير، ولكن مع الوقت هنقدر نظبط الامور. النقطة رقم 8، في ناس كتيرة بتسألني عن مواعيد الوجبتين، برغم إن أنا كنت شارح الكلام ده بشكل تفصيلي في الفيديو. مفيش قاعدة ثابتة، خد الوجبتين في الوقت اللي يريحكم، أهم حاجة إن ما ناخدش بينهم أي حاجة نهائي، تمام كده؟ أنا عاوز آخد الوجبة الأولى 8 الصبح والتانية 2 العصر براحتي، طب الوجبة الأولى 12 الظهر والتانية 6 العصر براحتي، مفيش إلزام أبدا في المواعيد، خليك مرن جدا. براحتك على حسب طبعك، أنت بتصحى متأخر ولا بتسهر ولا شغلك عامل إزاي ولا شغلك طول اليوم، خد الوجبتين في الوقت اللي مريح ليك. طب في فرق قد ايه بين الوجبتين؟ يعني مثلا اكلت الوجبه الاولى الساعه 12 الظهر، اخد الوجبه الثانيه بعدها بقد ايه؟ ما يقلش عن 4 ساعات او 6 ساعات. او انا هديك حاجه احسن، لما تحس ان معدتك فضت خالص، يعني لما تحس انك دخلت في الجوع، خد الوجبه الثانيه ان شاء الله بعد 10 ساعات او بعد 12 ساعه. يعني انا احيانا بفطر مثلا الساعه 11 الصبح ومش هجوع قبل 7 8 المغرب، خلاص مفيش ما يجبرني ان انا اروح اخدها 4 العصر او 3 العصر، لازم احس ان الدنيا فضت خالص، ان المعده بتاعتي هضمت الاكل تماما، وان انا بدات ايه اجوع، ابدا اخد الوجبه الثانيه، ومن بعدها بقى اصوم لليوم الثاني. طب هصوم قد ايه لليوم الثاني؟ برضو ما نقلش عن 12 ساعه، هو ده الصيام المتقطع، علشان نبدا نستفيد بيه يبقى لا نقل عن 12 ساعه ابدا. والفيديو بتاع الصيام المتقطع في كل فوائد الصيام المتقطع وازاي احنا بنعمله والفوائد بتاعته، والفيديو رقم 213 عندي على القناه، ده فيديو الصيام المتقطع اللي كنت شارح فيه اليه عمل الصيام المتقطع وليه هو مفيد والفوائد الصحيه الكتير جدا بتاعته، بعيد عن نقطه التخسيس ان ليه فوائد صحيه كتيره جدا. طبعا السؤال بقى رقم 11، يا دكتور هو عدد ساعات الصيام ده لازم يكون ثابت كل يوم ولا لازم اغيره؟ انا بنصح اصلا بالتغيير، يعني مثلا ممكن نوصل في يوم ل 20 ساعه، يوم تاني 18، يوم 16، يوم 14 وهكذا. طوع جسمك، شوف انت هتقدر تصوم قد ايه، ولكن ما نثبتش على عدد معين افضل، علشان الجسم ما يتعودش على روتين معين. عندنا بقى السؤال رقم 12، انا يا دكتور بصوم وقت طويل جدا وبحس طول ما انا صايم بالشبع، وما بفكرش في الاكل ابدا ولا بجوع، ولكن مجرد ما ابدا افكر بالاكل ان انا هاكل الوجبه الاولى، مجرد مع الوجبه الاولى ابدا افكر بقى بالاكل، وابغي احلي وابغي املح وابغي سناك، وابدا حتى افكر بالوجبه الثانيه. المشكله دي جايه منين؟ المشكله دي جايه من الصيام الطويل او الزياده عن اللزوم. انا ما بنصحش بيه ابدا، بلاش نفرط في الصيام لدرجه طويله قوي. في ناس بتوصل ل 20 و22 و24 ساعه، كل ما بتزود في الصيام انت بتجوعش، ولكن في ناس مع الوقت هتنفجر، يعني هيجي لك لحظه انفجار زي اللي بيقول عليها دي. طب هنحلها ازاي؟ لازم نكون معقولين في عدد ساعات الصيام المتقطع، نخليه من 16 ل 18 ساعه كفايه. اشرب ميه كتير جدا طول اليوم، ده مهم جدا في فتره الصيام دي، اشرب ميه كتير وبشكل كويس وسوائل بدون سكر زي ما اتفقنا. لازم اظبط نسبه الملح عندي في جسمي، من الحاجات المهمه جدا، ما اقطعش الملح او امنعه، من الحاجات الخطر جدا في الرجيم قطع الملح او منعه، لازم على الاقل اخد معلقه ملح صغيره على ايه، على مدار اليوم، وابدا في الوجبه الاولى بالتدريج. يعني مثلا اخد شوربه زي رمضان بالظبط، اخد مثلا شوربه استنى شويه، بعد كده اخد سلطه، بعد كده اخد في الوجبه ايه الثانيه، ويكون ايه ما فيهاش نشويات الوجبه الاولى يفضل. يعني لو انا عندي نشويات في اليوم انا افضل تروح في الوجبه الثانيه، ليه؟ عشان الوجبه الاولى لو فيها بروتين ودهون صحيه وخضروات انا هشبع اكتر لفتره اطول. نجرب الاستراتيجيه دي كده ايه ونشوف، بس بلاش صيام طويل ايه لفترات طويله جدا. طب انا حسيت في يوم ان انا عاوز اكل حاجه حلوه، كلها وطوع نفسك، بدل ما تخصم على نفسك يوم واثنين وثلاثه وتيجي تنفجر تاكل كميات كبيره قوي بعد كده. انت مثلا ليك فتره ملتزم كل حاجه حلوه، لو جت على نفسك ومش قادر تمسك نفسك خالص كل قطعه صغيره، وقف على كده وكمل الايام ايه الباقيه بكل التزام. السؤال رقم 13، القهوه بعد الاكل تنفع ولا ما تنفعش؟ بعد الاكل طبعا مباشره ما تنفعش، انها تاثر على امتصاص الحديد والعناصر الغذائيه، لازم نخلي فرق على الاقل ايه ساعتين. السؤال 14، لازم اخد فيتامينات يا دكتور عشان اضمن ان الجسم حصل على كل احتياجاته؟ لا، حكايه المالتي فيتامين الناس كلها تاخدها دي مش صح، احنا دايما نقول الفيتامينات في حاله النقص، يعني بس عندك نقص خد فيتامين.
النقص بيبان منين؟ من الاعراض. لو انا واحد صحتي كويسه ما عنديش اي اعراض بشتكي منها، خلاص انا مفيش داعي ابدا طالما اكلي متنوع. يعني ايه اكل متنوع؟ باكل خضروات ملونه كتير، ورقيات خضراء كتير، خضار كذا صنف مش نوع معين، الوان كتيره في الخضار، باكل جميع انواع البروتينات بشكل متنوع، ده اسمه الاكل المتنوع. وطبعا يكون اكل صحي، يعني اكل معمول في البيت مش اكل من بره، اكل بره ده فقير في القيمه الغذائيه خالص. يبقى هما الشرطين دول، باكل اكل متنوع واكل في البيت، انا بقدر كبير بحصل على كل احتياجات جسمي، ما عدا زي ما قلنا الحاجات الاساسيه اللي هما فيتامين د والاوميجا 3. الفيتامين د ده مشكلته هو الشمس مش الاكل، فعشان كده لازم نظبط. والاوميجا 3 لو ما بناخدش اسماك يبقى لازم ناخد ايه اللي هو الاوميجا 3 من الكبسولات. بخلاف كده احنا غالبا مش محتاجين حاجه غير في حاله النقص، ما ناخدش ايه مكملات غذائيه عمال على بطال، لان هو اسمه مكمل غذائي، يعني بناخده في حاله حدوث النقص وفقط. سؤال رقم 15، القهوه مع كريمه الخفق بين الوجبتين، او قهوه مع جوز الهند، او قهوه مع الزبده، الناس اللي هم بيشربوها خاصه اللي ماشيين على الكيتو دايت، تنفع بين الوجبتين ولا لا؟ حاجة مهمة جدا اللي أنا اديته في الفيديو ده مثال، وحتى أنا قلت في الفيديو المرة اللي فاتت ده تجربة أنا عملتها شخصيا ومش ملزمة لحد، يعني مش هي دي الصح الوحيد في الدنيا، دي حاجة أنا عملتها ونجحت والناس الحمد لله عملتها كتير ونجحت. جرب وشوف يمكن تنجح معاك لو أنت عايز تمشي عليها، بس أنا لو ما عملتش دي هبقى غلط؟ لو أنا مثلا بجوع كتير ومش قادر أتحمل هبقى غلط؟ لا مش غلط. خلاص، في ناس كاتبة لي برضه في التعليقات، يا دكتور أنا بجوع مش بقدر أتحمل، يا دكتور أنا بيجي لي دوخ والسكر بيهبط عندي مش هقدر أتحمل. خلاص، يبقى أنت طوع جسمك، أفضل نظام في الدنيا اللي جسمك يرتاح معاه. اللي انا قلته مجرد اقتراح وفقط، تاخد بيه جه مع جسمك قادر تكمل عليه يبقى النظام ده صح. تعبت مش قادر تكمل، عندك ظروف صحيه، يبقى ما تمشيش خالص ايه على القصه دي، مفيش ما يجبرك على كده. نيجي بقى لموضوع ايه، القهوه بالزبده في النص. القهوه بالزبده في النص هتاثر على حرق الدهون من جوه، قهوه بالزبده، قهوه بكريمه الخفق. ايوه هي مش هتعلي الانسولين، لان يعني الزبده والدهون الصحيه مش بتعلي الانسولين، ولكن انا مثلا هيبقى فيها 100 سعر او 150 سعر، يبقى دي هتوقف مكنه الحرق اللي شغاله من جوه، وهو ده اللي انا عاوز اشغله. يعني جسمك بدل ما يحرق من الدهون او الوقود الداخلي بتاعته هيلاقي وقود جاي له من بره، انا رميت له بنزين او سعرات من بره هياخدها على الجاهز، ايه اللي يجبره هو يقعد يفكك دهون من جوه ويحرقها؟ فعشان كده الافضل ما ناخدهاش بين الوجبتين، او ناخد قهوه ساده بس بين الوجبتين، ده الافضل. ولكن لو عملت كده انا مش هقول لك غلط، لانك برضه هتصوم من الوجبه الثانيه لتاني يوم فتره طويله جدا، ولكن انا بقول لو عايز تمشي على النظام اللي انا بقوله ده يبقى ما تاخدش قهوه بزبده او قهوه بكريمه بين الوجبتين. وكنت عامل فيديو انا عن المسموح والممنوع في الصيام المتقطع، الفيديو رقم 221، في كل المشروبات المسموحه والممنوعه في الصيام المتقطع. الدوم والكركديه بين الوجبتين ينفع؟ اه ينفع. بعد كده باكل وجبه واحده في اليوم وبحس بشبع، صح ولا غلط؟ حكايه وجبه واحده في اليوم دي انا ما بحبذهاش. ليه؟ لانك عشان تاخد وجبه واحده ليها شروط، انك تدخل نسبه البروتين اللي جسمك محتاجها. وانا كنت عامل فيديوهات تفصيليه قبل كده هقول لكم ارقامها بعد شويه في السؤال الاخير، ازاي احسب نسبه البروتين بتاع جسمي. لو انا استوفيتها في الوجبه دي، يعني انا استوفيت حساب البروتين بتاعي في الوجبه دي ودخلت سعراتي، انا مثلا عندي 1200 سعر في اليوم، قدرت ادخلهم في الوجبه دي مع نسبه البروتين اللي جسمي محتاجها، هقول لك امشي على وجبه واحده. بس هيكون صعب لاغلب الناس ان انا احط كل سعراتي وكل كميه البروتين بتاعتي في وجبه واحده. لو عملت كده لو هقول لك صح، طب لو ما عملتش كده وانا مش عارف احسب نسبه البروتين ومش حاسبه سعراتي او زي معظم الناس، هيحصل لنا هدم عضلي، يعني عضلاتي هتقع مع الوقت، وده مش كويس، كده هيقلل معدل الحرق عندك مع الوقت وصحتك هتضعف مع الوقت. فانا بفضل وجبتين، حتى لو وجبه كبيره شويه ووجبه خفيفه او ايه او وجبه متوسطه. السؤال رقم 20، انا دكتور عندي مرض السكر وهعمل كيتو او هعمل اي نظام غذائي، امتى هخف من مرض السكر؟ السؤال ده ملوش اجابه خالص، ولا في كمبيوتر يقدر يتنبأ بيه، ولا دكتور مهما كان شاطر يقدر يتنبأ بيه، لان رده فعل الجسم كل واحد مختلف عن التاني. احنا ممكن على 10 نمشي على انظمه غذائيه مختلفه، كل واحد فيهم ليه رده فعل واستجابه مختلفه، فما فيش وقت احنا امتى هنخف من المرض الفلاني، امتى هنخس، امتى هنخس ال 10 كيلو، كل واحد مختلف تماما عن التاني. طب ايه اللي عليا ان انا اعمله؟ اللي عليا بس ان انا اعمله ان انا ابدا اتوكل على الله ويكون عندي اراده وابدا، وان شاء الله النتائج هتيجي مع الوقت، ولكن ما ابصش لعامل الوقت ان هو لازم مثلا بعد شهر اخف من السكر، بعد شهرين اخف من السكر. طب انا ليا سنين طويله قوي عايش مع مرض السكر، ليا 10 و15 و20 سنه، اصبر شويه، شهرين، ثلاثه، سته، ان شاء الله سنه، بحيث السنه دي اكون اتخلصت فيها نهائي باذن الله من مرض السكر ومن الادويه واقدر اعيش بشكل طبيعي جدا. السؤال رقم 21، ايه اقصى فتره للصيام يا دكتور وخصوصا للسيدات؟ هو ليه بيسالوا السؤال ده؟ لان احنا سمعنا في اكتر من واحد قال بلاش السيدات على وجه الخصوص يصوموا فترات طويله جدا. احنا ليه قلنا كده؟ لان هنرجع لنفس الموضوع اللي انا قلته من شويه، الستات اللي بتصوم فتره طويله على وجه الخصوص او حتى الرجاله مش هتدخلي كل العناصر اللي جسمك عايزها. طب ده هيأثر في ايه؟ لما السعرات تقل قوي اللي انت مدخلاها على مدار اليوم، لما الدهون الصحيه تقل قوي اللي انت مدخلاها على مدار اليوم، ده هيعمل عندك خلل في الهرمونات مع الوقت. فعشان كده بنقول نقلل عدد ساعات الصيام بحيث يكون عندنا جاب او فتره نقدر ناكل فيها وجبتين
او ندخل فيها السعرات اللي جسمنا عاوزها، وندخل فيها البروتين اللي جسمنا محتاجه، وندخل الدهون الصحيه اللي جسمنا محتاجها. طيب يا دكتور انا هصوم صيام طويل 20 وحاسبه كل حاجه بالملي، حاسبه جسمي محتاج دهون قد ايه وبروتين قد ايه ونشويات قد ايه، في اللحظه دي هقول لك صومي خدي ايه وجبه واحده بس، لو انت شاطره وعارفه حساب السعرات بالظبط وعارفه بتحسبي كل حاجه بالظبط اعملي كده، ولكن الاغلب محدش بيعمل كده. فعشان كده بنحذر من الصيام الطويل علشان ما يقلش جامد في السعرات اللي مدخلينها لجسمنا والعناصر الغذائيه، ويحصل لنا لخبطه في الهرمونات مع الوقت. السؤال رقم 22، دكتور انا سعراتي 2000 ومش عارف اكملهم، انا يا دوب باكل 1200 بالعافيه ومش عارف احسب الباقي. وسؤال تاني طبعا جه كتير جدا، انا مريض سكر، عندي مرض سكر وعندي نحافه او وزني قليل وعايز ازيد، اعمل ايه؟ مش هقدر ازود سكريات ولا نشويات لان انا مريض سكر اصلا وعايز ازيد في الوزن. اسهل حاجه للناس اللي عايزه تزيد بدون ما تاثر على الانسولين الدهون الصحيه. ليه؟ لان معلقه زيت زيتون واحده على سبيل المثال 100 سعر، كبشه مكسرات قد كده ممكن 100 جرام مثلا لوز 600 سعر، فانا بسهوله قوي اقدر ازود السعرات بتاعتي من الدهون الصحيه، وفي نفس الوقت هكون ضامن انها ما تاثرش على الانسولين بتاعي. فانا مثلا على طبق السلطه لو حطيت 4 معالق زيت زيتون دول 400 او 450 سعر وهكذا، يبقى دي الحسبه السهله اللي بقدر ازود بيها السعرات بتاعتي او اكمل بيها السعرات اللي ناقصه بتاعتي، بحيث ما اثرش على السكر، ما ارفعش السكر ولا ارفع الانسولين. والحسبه دي مناسبه جدا كمان لمرضى السكر النحيفين او اللي عايزين يزيدوا في الوزن. السؤال رقم 23، بدائل الخبز ايه يا دكتور؟ انا شخصيا واعلنت كتير جدا في الفيديوهات انا ضد الغموس. يعني ايه الغموس؟ ان انا اغمس بالعيش حتى لو بديل صحي. والناس اللي مشيت معايا على الموضوع ده بقت المعلقه صديقتهم، او الخس او الجرجير او الخيار او الجزر او الفلفل، الخضار عامه بنغمس بيه او بالمعلقه، الحمد لله لحد دلوقتي في نجاح. انا بشبه بالظبط بدائل الخبز، حتى في بدائل صحيه انا بشبهها زي اللي بيقول لك السيجاره الالكترونيه. انا بطلت السجاير ايوه، لكن بشرب السيجاره الالكترونيه. طب مع الوقت ايه اللي هيحصل؟ هرجع تاني للسيجار. فانا اللي حصل كتير جدا مع الناس وانا شفته، الناس اللي بتدور على بدائل الخبز من اولها، يعني ايه من اولها؟ يعني لسه انا بقول لهم قطعوا الخبز والخبز مضر والجلوتين مضر، يقولوا لي طب ايه البدائل؟ لا، امشي سنه، امشي فتره، لما تتخلص من كل الامراض اللي عندك وتعالج كل اللي عندك، ساعتها انا هقول لك على بدائل صحيه تبقى تقدر تدخلها في نظامك الغذائي باعتدال. ولكن لو انت من اول يوم قاعد تدور لي على بديل الخبز، انا بقول لك بصراحه وعن تجربه هتفشل وهترجع. في بدائل صحيه فعلا للخبز، ولكن انت تحت حتى مسمى انها صحيه هتاكل منها كتير، ودي برده هتكون ايه؟ غلطه. ناجل موضوع البدائل ده لبعدين. السؤال رقم 24، توزيع الماكروز ازاي يا دكتور؟ يعني ايه توزيع الماكروز؟ يعني انا عندي بروتين وعندي نشويات وعندي دهون صحيه، ازاي اوزعهم على السعرات بتاعتي؟ انا مثلا عندي 2000 سعر، احنا بنسمع يا دكتور ان في حاجه اسمها 40 40 20، يعني مثلا 40 نشويات 40 بروتين 20 دهون بالنسبه، الكلام ده صح؟ لا، الكلام ده غلط. هي بتتحسب ازاي بقى؟ لو انا مثلا كنت شرحت طبعا الكلام ده بالتفصيل قبل كده، عندنا 4 فيديوهات مهمين جدا، الفيديو رقم 80 اللي قلت لكم فيه علمتكم فيه ازاي نحسب نسبه الدهون بتاعتنا وازاي نحسب السعرات، وعندنا الفيديو رقم 178، الفيديو رقم 203، الفيديو رقم 205. الثلاث فيديوهات دول اللي هو 178 203 205 انا عامل جداول بالبروتين وحسبه البروتين ازاي نحسبها، والعناصر الغذائيه انا عامل جداول لاكل كتير جدا وقد ايه في نسبه البروتين، وحساب الدهون فيديو تاني للدهون ازاي نحسبها والاكل بالظبط في قد ايه دهون، والفيديو الثالث للنشويات وقلت ازاي نحسبها. اقول لكم بقى بشكل سريع، اول حاجه لو انا قاعد في البيت ما بلعبش رياضه، يبقى هاخد 1 جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزني. يعني انا مثلا وزني 100، يبقى محتاج 100 جرام بروتين لازم ادخلهم في اليوم، وجرام البروتين بكام؟ باربع سعرات حراريه. وجدير بالذكر ان 100 جرام صدور فراخ مستويه هي مش 100 جرام بروتين، هي بس فيها 30 جرام بروتين. نروح بقى نسمع الفيديو بتاع البروتين عشان نفهم بقيه الحسبه ايه بتاعت البروتين. يبقى اول حاجه انا هحسبها احتياجي من البروتين، طلع مثلا 100 جرام بروتين، انا احتياجي من البروتين 100، الجرام ب4، يبقى انا كده هاخد 400 سعر من البروتين. طب لسه متبقي لي 1600 سعر، اعمل فيهم ايه؟ اخد شويه نشويات او شويه كربوهيدرات على قد النشاط الرياضي بتاعي. كل ما معدل نشاطك بيزيد كل ما بتحتاج نشويات اكتر، كل ما انت قاعد في البيت كل ما بتحتاج نشويات اقل. طب انا بخس وماشي على لو كارب دايت، يبقى هحتاج من 50 ل 80 جرام نشويات في اليوم. هنفترض ان انا اخدت 50 جرام نشويات في اليوم، الجرام برضو باربع سعرات حراريه، يبقى دول 200، يبقى انا كده عندي 200 من النشويات و400 من البروتين، يبقى 1000 وكام؟ يبقى 600. يبقى انا متبقي لي كام من ال 2000؟ متبقي لي 1400، دول بقى اخدهم من الدهون الصحيه بعد كده. طبعا لما اجي اخدهم من الدهون، جرام الدهون بتسع سعرات حراريه. فلما انا اقسم 1400 على 9 تطلع كميه قليله قوي من البروتين من الدهون. هي دي ميزه الدهون الصحيه، ان سعراتها عاليه بكميه قليله، فتقدر تكمل بيها ايه السعرات بتاعتك. ولكن حكايه النسبه دي مش متناسبه لكل الناس، ما فيش حد اسمه اقول له خد 20% بروتين و40% نشويات. النسبه دي حساب النسبه دي غلط، هي بتتحسب كده. اول حاجه احسب البروتين
بوزن الجسم، وبعد كده اخد نشويات بقدر احتياجي اقلل منها على قد ما اقدر لو انا ما بلعبش رياضه او انا قاعد في البيت او انا عندي مرض سكر او مقاومه انسولين، واكمل الباقي ايه دهون صحيه. دي تقسيمه السعرات بتاعتنا. السؤال بقى رقم 25 واخر سؤال معانا النهارده، طب نصوم حتى عن الميه بين الوجبتين؟ ده بقى بنسميه الصيام الجاف او صيام المسلمين، او اللي هو شبه صيام رمضان بالظبط. لو قدرنا نعمل كده بين الوجبه الاولى والوجبه الثانيه ان احنا ما ندخلش حاجه خالص ولا ميه ولا اي حاجه، اوكي لو انت مش هتتعب مفيش مشكله اعتبره صيام جاف. وطبعا الصيام الجاف فوائده الصحيه اكتر 3 اضعاف من فوائد الصيام المتقطع، ولكن الاسهل طبعا لمعظم الناس ان انا بقول لهم اشربوا ميه او اي سوائل بدون سكر. ده مفيد وده مفيد، اللي تقدروا عليه اعملوه تمام، ولكن طول اليوم طبعا لازم ادخل كميه كافيه جدا من الميه ومن السوائل بدون سكر. انا كده خلصت الحلقه الحمد لله، وجاوبت تقريبا على كل الاسئله اللي هي كانت تحت البوست ده. ما ننساش بقى حاجتين، اول حاجه ان احنا نعمل تحدي مع بعض، تحدي الوجبتين لمده شهر بدون اي سناك خالص ما بينهم، وتاني حاجه اللي هو بوست الاسئله اللي موجود في المنتدى بتاع اليوتيوب، اللي عنده اي سؤال يروح يكتبه هناك، لان ان شاء الله هسجل الفيديوهات دي وهنزلها الاسبوع الجاي واجاوب على كل الاسئله اللي هي هتتحط في البوست اللي موجود في المنتدى بتاع اليوتيوب. ان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم، استفدتوا بالمعلومات اللي فيها. معلش الحلقه طولت شويه، ولكن زي ما انتم شايفين اسئله كتير جدا وحاولت اغطيها كلها، وعملت حلقه مخصوصه اجاوب فيها على الاسئله عشان الفايده توصل لكل الناس. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.